نوزن فيه من ضرب الحزام ونحزم فيه سلته فوق سلته فاحق بس في هالوقت هام حال عطيب يا وطني وصلته. في البث المباشر لشاعر ليبيا في موسمه الثالث سيكون معنا المتأهل علي حي. واصل للقدام طيب يفوح بالياسمين الراوي مضحك لج مصقول الابسام بيض يبكي لون الرغاوي. وقع الاختيار على وليد عريبي ليكون من ضمن المرشحين للحلقات المباشره في شاعر ليبيا. يا الله اضوي ليبيا فارقها ولم شملها بعد العدو فرقها. ترون في الحلقات المباشره لهذا الموسم الشاعر عمر جماعة النكهه. قول يا كراعي هي دونك حادي رفيق زين مو من اللي ربيعك فنا ودونك لا شبي شطيب ووادي وممشى مجرح للهواي الجنة وما تذهبي. خشبة مسرح شاعر ليبيا في الحلقات المباشرة سيظهر فيها الشاعر مروان الفرزان. ومنيت نبتي ان ينخر الدود في تربة تنثر نواها ومذنوب غسيل برحمه وشفاعة ننظرا من قربة دعوة ضعيف الحال. تم اختيار الشاعر الصيد الأحزل من قبل لجنة التحكيم للظهور في حلقات البث المباشرة. مع الصيد الأحجل تنتهي الحلقة الأولى وتجارب أداء مدينة زليتن وانضم لزملائه علي رحيم عمر النكاع مروان الفرجاني وليد عريبي.